السلام عليكم. بين الأفق السياسي والعسكري تتقلص مساحات الخيارات أكثر من أي وقت مضى، في ظل ركود سياسي واضح المعالم له ارتباطات محلية وإقليمية وربما دولية، من بينها ترتيبات للبيت الأبيض وتغير السياسة الخارجية. المعارك العسكرية الدائرة في كل مكان، في شبوة وصعدة، تلقي بظلالها على التكهنات المتعلقة بركود المسار السياسي وتحرك المسار العسكري، خصوصا أبعاد العمليات وانطلاقها من محورين متباعدين. اشتعال الجبهات في صعدة وشبوة يقول متابعون إن أهميته تكمن في كون الأولى قريبة من مخدع زعيم الميليشيا الحوثية، والأخرى قريبة من شبكات التهريب، إضافة إلى قرب الجبهتين من خط إمداد التحالف. يرجح مراقبون عسكريون أن استماتة الحوثي في شبوة سرها السلاح والنفط، غير أن تقدم الجيش الوطني والمقاومة في مواقع حيوية عند مدخل صعدة بهذا الوقت يفتح المسار العسكري على احتمالات عديدة، من بينها أن ثمة تغيرا جديدا في معطيات المعادلة على الأرض من شأنه أن يحدث خلال الأيام القادمة أو يحدث خلال الأيام القادمة. كما يبدو أن الركود السياسي سيفتح الباب أمام العمليات العسكرية، خصوصا في ظل الإنهاك والسخط الشعبي المتنامي في أوساط الناس ضد الميليشيا وانشغال العالم بترتيبات البيت الأبيض. فهل أصبحت الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى لاستكمال عملية التحرير؟ عن هذه المحاور وهذه التساؤلات سيكون نقاش حلقتنا من المساء اليمني. ينضم لنا في الاستوديو الناشط السياسي هادي علي هادي. أهلا بك أستاذ هادي. أهلا بك. كما سينضم لنا آخرون عبر الهاتف. نبدأ النقاش مشاهدينا بعد أن نشاهد بمعيتكم هذا التقرير. تقدم كبير للجيش الوطني والمقاومة في شمال صعدة وغرب شبوة، إنجازات عسكرية تكسر الجمود على الجبهتين السياسية والعسكرية وتهدد الإنقلابيين في أهم معاقلهم وخطوط إمداداتهم. كل شيء يعبر عن شراسة المعركة هنا في صعدة وبالتحديد في منطقة علب على خط الزحف الكبير نحو باقم وصولا إلى صعدة عاصمة المحافظة. وهنا في شبوة عند هذه العروق من الرمال الزاحفة باتجاه الجبال الجرداء، خاض أبطال الجيش والمقاومة من منتسبين لواء 21 ميكا معارك شرسة تمكن خلالها من تحرير جبل العلم وموقع نقطة ومحطة السليم التابعة لمديرية عسيلان والوصول إلى الخط الأسفلتي، فيما تمكن أفراد اللواء 26 من تحرير تلال المقاومة قريبة في منطقة الساق إلى الشمال من بيحان. من علينا الله اليوم بانتصارات عظيمة وهي الاستيلاء على جبل العلم والسليم وعلى المحطة الذي أمام السليم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل إخواننا المقاتلين في اللواء بدعم المقاومة الشعبية المساندة للواء، والذي أصبحت جزء رئيسي من اللواء وأصبحوا الآن جنود من جنود اللواء 21. هذا الطريق الأسفلتي في عسيلان هو شريان الحياة الذي فقده الإنقلابيون والذي كانت تمر عبره الإمدادات المهربة من أسلحة المشتقات النفطية، لذا يظهرون هذا القدر من الاستماتة في البقاء هنا وتقديم التضحيات التي تحولت إلى جثث وعثرة على قارعة الطريق. ينصرف هؤلاء المقاتلون إلى مهمة جديدة هي إنهاء خطر عشرات الألغام التي تخلفها الميليشيا في كل جبهة تندحر منها، فيما يواصل عشرات المقاتلين تمشيط هذه التباب والكثبان الرملية باتجاه تحقيق الهدف النهائي وهو تحرير محافظة شبوة بالكامل. تقدم الجيش من جهتي البقع وعلب إلى الشمال من صعدة يضيق الخناق على الإنقلابيين في أحد أهم معاقلهم، وبالقدر نفسه يحقق انتصار الجيش الأخير في غرب شبوة هدف التضييق على إمداداتهم. ومع الهدوء الحذر وغير المضمون في بقية الجبهات العسكرية الرئيسية واشتعال المواجهات على النحو الذي رأيناه في صعدة وشبوة، تتولد الأسئلة بشأن إمكانية إحياء المسار السياسي الذي يبدو أنه توارى خلف تلة من التناقضات في المواقف، كان آخرها مقترحات وزير الخارجية الأمريكي التي اصطدمت بشكل مباشر مع المرجعية المجمع عليها للحل السياسي في اليمن. ويبقى السؤال الأهم، هل سيمضي الخيار العسكري إلى نهايته في ظل التعقيدات الهائلة التي تنتصب أمام الجهود غير المتماسكة للحل السياسي وغياب المؤثر الأبرز في هذا الملف الخارجية الأمريكية؟ أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا الأستاذ هادي الهادي. إذا ما بدأنا معك بالحديث أستاذ هادي عن ما هي أهمية هذه المعارك في شبوة وصعدة بشكل إجمالي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المعارك في صعدة وشبوة هي جزء من معركة الوطن
ومعركة الشرعية مع الانقلاب، تحركها مصلحة المعركة ومصلحة التقدم، فأينما رأت الشرعية أن ثمة فائدة في التقدم يتم تحريك الجبهة في تلك المنطقة، سواء في صعدة أو في شبوة. مثلا في صعدة كان هناك جبهتين، التي هي جبهة باقم وجبهة البقع، باقم علب وجبهة البقع. الآن تم أو حصلت رؤية أنه لابد من فتح جبل أو جبهة ثالثة، ففتحت الجبهة الثالثة في جبل الثار، كذلك في شبوة. الأشياء التي تتطلبها معركة تحرير الوطن من الانقلاب أو تحرير بقية المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابيين، هذا أمر عسكري بحت. الآن نتقدم في هذا المكان، نتأخر في هذا المكان، يبدأ أن نفتح جبهة في هذا المكان. وكما ذكر التقرير أنه فتح جبهة صعدة لأنها قريبة من معقل الحوثيين أو من معقل زعيم الحوثيين، فتح جبهة شبوة لأنها قطع الإمدادات وقطع لطرق التهريب التي تمدهم بالسلاح والنفط. وكما ذكر أيضا أنه لماذا استماتة الانقلابيين في شبوة؟ من أجل أنه شريان من شرايين الحياة التي يمدهم، رغم أن هناك شرايين كثيرة لا زالت موجودة، لكن هذا شريان مهم جدا وكان قطعه ضروري. والتراجع الذي حصل في اليومين الماضيين الذي هو أمس هو تكتيك عسكري فقط، يعني هذا ما أعتقده هو كما جاء أنا من الميدان أيضا. طيب أنت تحدثت عن جبهة ثالثة في صعدة، جبهة جبل الثار، هذه الجبهة أين يعني ما هو موقعها؟ ما هي المسببات التي تدفع إلى فتحها برأيك؟ هي تعتبر جبهة مساندة لجبهة البقع، وتعتبر يعني هناك في الـ في الـ في, الـ في الأمور العسكرية إذا أردت أن تصل إلى مكان معين قد تدفع ثمنا باهظا من أجل الوصول إلى هذا المكان، فهناك طريقة اسمها الالتفاف، فهذه جبهة للالتفاف من أجل الوصول إلى المكان الذي نريده بدون أن ندفع الثمن الباهظ، وتجعل خصمك محاصر في منطقة معينة ما بين الجبهتين القديمة والجديدة. طيب يعني الآن جبل الثار أين يقع بالتحديد أستاذ؟ هو قريب من كتاف من المدينة، وأقرب من البقع طبعا. هو على الطريق الواصل ما بين البقع وكتاف. وكتاف. نعم. طيب إذا ما تحدثنا أكثر عن أن قرب هذه العمليات من معقل زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي بصعدة، هذا الأمر يحتاج تحرير الكثير من المواقع الحيوية كما يقول الكثيرون، وكذلك يحتاج تكلفة كبيرة. هل باتت الشرعية بحسب متابعتك قادرة أو حانت هذه اللحظة بالنسبة لتقديم هذه المعركة والخوض فيها؟ معركة صعدة تقصد؟ نعم. أصبحت صعدة جزء لا يتجزأ من الآن، جزء لا يتجزأ. كنا نقول في السابق أعيد صعدة إلى حظيرة الجمهورية اليمنية، جاء الانقلاب وأعاد صعدة إلى حظيرة الجمهورية اليمنية بأن اقتحم الجمهورية وألغى الجمهورية. الانقلاب ألغى الجمهورية اليمنية. اليمنيون الآن يستعيدون جمهوريتهم أصلا. اليمنيون يستعيدون 26 سبتمبر من 21 سبتمبر من انقلاب. الانقلاب في 21 سبتمبر لم يكن انقلاب على 11 فبراير فقط، هو انقلاب على ثورة 26 سبتمبر. صحيح. فاليمنيون الآن يستعيدون الجمهورية، ومن ضمن ما سيستعيدونه هم ملزمون باستعادة صعدة. ثم الأمور العسكرية إذا فرضت عليك أن تتجه باتجاه صعدة ستتجه باتجاه صعدة. صحيح أن قد يكون للسعوديين حسابات أنه حماية حدودهم وكذا، لكنه جزء من الاستراتيجية العسكرية لتحرير الجمهورية اليمنية من ما قبل ثورة 62 الذي هو موجود الآن. طيب دعنا نعرف أكثر الوضع في شبوة الأخرى، وهي إحدى الجبهات التي تشتعل في هذه الفترة. ينضم لنا مدير مدرسة المشاور كان لواء 19 سابقا العميد ركن علي صالح الكليبي. مساء الخير سيادة العميد. سيادة العميد تسمعني؟ سيادة العميد. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. حدثنا عن طبيعة المعارك في الأيام الأخيرة التي اتهدمت في شبوة، في عسيلان، في أيضا أجزاء واسعة من بيحان كذلك. وهي هناك تقدم للجيش الوطني والمقاومة من جهة اللواء 26 مشاة قيادة القائد الحكيم مسرح بحيبح،
والمداومة الشعبية من اتجاه الساق. في تقدمات هناك أمس حضروا الساق والمنعطف اللي يلي الساق، إن شاء الله أنهم مستمرين لتنفيذ المهام الأخرى إلى ليحان لإخراج الميليشيات من ليحان. وهناك المداومة الشعبية في عسيلان واللواء 19 مشاة واللواء 21 من اتجاه بيحان وعسيلان والسليم، هناك عمل متواصل للمقاومة والجيش الوطني، وإن شاء الله ستستمر الانتصارات حتى تحرير بيحان وأي منطقة من اليمن بإذن الله. طيب هناك حديث على أن بعض المناطق كان هناك نوع من الانسحاب بداخل هذه المناطق بالنسبة لقوات الجيش الوطني والمقاومة وسيطرة حوثية عليها، ما ملابسات الأمر هناك؟ لا شيء من هذا، يعني هناك بعض أمور قد ربما، يعني لأنه في هناك قوة عندما تحاصر لابد ما تنفس لها من أجل تخرج، من أجل الخروج من المكان اللي هي محاصرة فيه، فقد ربما يعني إن حصل شيء من هذا فهو أمور تكتيكية لإخراج بعض القوى من الميليشيات المتمردة اللي هي كانت محاصرة. نعم. إذا طيب. هي تخرج وتروح لها. طيب حدثنا أكثر. سترة موجودة. نعم سيادة العميد، حدثنا أكثر عن نوع الإسناد الذي تقدمه قوات التحالف للجيش الوطني هناك لقوات المقاومة أيضا. هناك إسناد لوجستي ودعم رأسي يعني لا يهان بها، يعني تقدم التحالف على رأس السعودية والإمارات دعم جوي والأرضي لوجستي، وهناك أمور طيبة من التحالف. نعم. طيب إذا ما حدثنا هناك الكثيرون يقولون أن ميليشيات الإنقلابيين تقوم باستماتة على شبوة، لماذا تفعل ذلك؟ والله إحنا كذلك يعني نستغرب هذا الشيء، الكل يستغرب لماذا تستميت وتجلس في الأماكن هذه، وإنما هي بالنسبة لنا نعتبر أنه شبوة هي جزء محافظة من محافظات اليمن، من المحافظات التي غلب عليها من قبل الميليشيات المتمردة، وهي أيضا متمسكة بكل الأماكن اللي متواجدة فيها. طيب هناك حديث سيادة الحميد عن استفادة ميليشيات الحوثي من بعض ما يمكن تعريفه بأنه خطوط تهريب تستفيد منه من موضوع إمداد أسلحة أو ما شابه، هل يحدث ذلك؟ احنا نسمع الكلام هذا ونسمع، لكن الخطوط التي احنا متواجدين فيها الجيش الوطني ومتواجد فيها المقاومة لا يمكن شيء يعبر عبرها نهائيا، وسائل التهريب وأماكن التهريب طبعا كثيرة يعني البلاد واسعة، فقد هناك يحصل من هذا، ولكن حيث ما يتواجد الجيش الوطني لا يمكن أن يعبر عبره شيء من هذا والمقاومة. طيب بالنسبة للجيش الوطني ما هي الألوية العسكرية المشاركة في المعركة هذه؟ كيف هو التوزيع بينها يعني في الأدوار، وكيف هو التنسيق فيما بينها على مستوى الأداء في الجبهات؟ أنا التنسيق يعني عبر رئاسة الأركان العامة، وهناك أداء موجود من كافة الوحدات المتواجدة في الجبهة، اللواء 26 هو دخل الآن، دخل أمس يوم الثلاثاء، حقق انتصارات في الساق وأخذ الساق، رغم أن هناك قناصة في جبال وعرة، ولكن أبطال اللواء والمقاومة اللي في معه وكثيفة الحجم أيضا حققوا انتصارات رهيبة، وهناك اللواء 19 بالله قدم ضحايا ويواجه الحوثيين منذ بدأت المعركة بيحان تبدأ، وكذلك اللواء 21 لا والمقاومة لا نستهين بأمر أي وحدة عسكرية، يعني الكل يبذل جهد والمعارك هناك كر وفر، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ستستمر الوحدات في أدائها حتى تحرير بيحان وأي مهام أخرى تطلب منها.
أشكرك جزيل الشكر العميد ركن علي صالح الكليبي مدير مدرسة المشاوى أركان اللواء 19 مشاة سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من شبوة، شكرا جزيلا لك. بالعودة لك أستاذ هادي، هذا يعني التزامن في معركة شبوة وكذلك في معركة صعدة، هل يقرأ على أنه محاولة لتنويع الجبهات بداخل المعركة على مد التراب اليمني، أم أن هناك نوع من الحالة الاستنزاف لهذه الجبهات حتى تنهك ميليشيات الحوثي بداخلها؟ كلاهما وارد، وهو توزيع الجبهات على كامل التراب الذي تزحف هنا الشرعية، ثم استنزاف لقوات الانقلاب شيئا فشيئا، فهذا الشيء وارد. بالإضافة إلى أنه تحريك للمياه الراكدة في تلك المناطق التي لم يكن كان قد تبلد الإحساس لدى الناس أنه ما أعتقد أن شبوة خلاص أصبحت في النسيان لدى التحالف ولدى الشرعية، أيضا صعدة كذلك، يعني فترة زمنية طويلة منذ أن بدأت الحرب أو بدأ التحالف ولم يتحرك في باتجاه صعدة، كان الناس هذه حركة المياه الراكدة، وأنت تذكر عندما بدأت جبهة البقع ثم بدأت بعلب ثم وهكذا، فالمسارين أو الهدفين كلاهما يتحقق من خلال هذه الجبهات، التوسع ثم إنهاك الميليشيا. طيب الآن تحدثت أنت على أنه كان هناك نوع من النسيان ربما خاصة لمحافظة صعدة وهي المحافظة الحدودية مع السعودية بشكل كبير، ربما كان هناك الحديث يعني يتكرر عن ضرورة فتح جبهات إلى أن فتحت هذه الجبهة مؤخرا إلى حد ما، لماذا كان هذا التأخر برأيك؟ هل كان قرار السياسي بالتأخر؟ أعتقد أنه كانت الحسابات عسكرية وسياسية في آن واحد، لكن كانت العسكرية أكثر، فما فقدته الميليشيا في المناطق التي حاربت فيها سواء في البيضاء أو في تعز أو في عدن أو في الضالع وكل هذه المناطق في الجوف في مأرب في كل هذه المناطق، فقدت الميليشيا الكثير من العناصر والكثير من القادة ثم بدأت التحرك باتجاه صعدة. سمعت خبر من أحد قيادة المقاومة في إحدى جبهات صعدة بأن خسائر الميليشيا يوم أمس حوالي 41 قتيل، يعني طبعا هذا يؤدي إلى استنزاف هائل في قواتهم في أفرادهم في قياداتهم. قصدي التأخر ربما كان لأسباب سياسية وعسكرية، لكن العسكرية كانت أكثر. طيب الآن مقاتلون وجهة نظري طبعا بكل تأكيد، الآن من يقاتل هناك في صعدة هل هم يعني يأتون من محافظات متعددة؟ بالنسبة أقصد لميليشيات الحوثيين طبعا، هل يأتون من جبهات متعددة أم يأتون من داخل صعدة؟ أنا أختلف أولا مع من يسمي كثير من الإعلاميين يسمون أنه ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي، وكأن الميليشيا الحوثي هي التي تقاتل في شبوة وهي التي تقاتل هي ميليشيات الانقلاب. أيوة، فالانقلاب هو اخطبوط كبير يواجهه التحالف، وإلا لو لم يكن اخطبوط كبير دولة أخذوها كامل بكل ما تملك، يعني هناك فصائل في الحراك الجنوبي تقاتل مع الميليشيا، هناك فصائل يعني هناك ظهر أشياء، هناك أجهزة أمنية كلها تحولت مع الميليشيا، هناك يعني أشياء مهولة، الحرس الجمهوري بكامل ألويته وعتاده هو الذي يقاتل الآن، هناك ألوية وعد علي عبد الله صالح بتحريكها إلى صعدة، يعني اللهم أن الميليشيا أن الحوثيين أصبحوا لافتة فقط يعني في بعض المناطق، وإلا هناك أخطبوط اسمه الانقلاب، الانقلاب على الجمهورية اليمنية له أذرع عديدة وله كتائب عديدة وألوية عديدة ولافتات متعددة كلها هدفها إما تقسيم اليمن أو هدفها استعادة النظام الملكي، عدم ناس هدفهم الجنوب مختلفة. ناس هدفهم العودة إلى الزعامة، كلهم أهدافهم يعني الجسد اليمني. طيب دعنا نشرك معنا في النقاش مدير دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة اللواء، هذه المتغيرات العسكرية في شبوة وكذلك في صعدة، ما أهميتها من الناحية العسكرية في هذا التوقيت؟ هذه عناوين يعني رئيسية وباهرة لانتصارات حاسمة قادمة إن شاء الله. الآن القوات المسلحة اليمنية تنفذ خطة كان قد أعلنها رئيس الدولة منذ ما يزيد على سنة، وهي خطة التطويق، تطويق العاصمة عن بعد، وما معارك ميدي وحرب ثم صعدة والجوف
ومأرب وصنعاء وشبوة والبيضة والضالع ولحج وتعز إلا تتويج لهذه الفكرة أو هذا النظرية في الحرب، بالإضافة إلى العمل المقاوم المستمر في إقليم تهامة. إذا ما استمرت، طبعا اليوم حصلت انتصارات مهمة في مأرب في نهم واستيلاء على سيطرة على مواقع عسكرية جديدة والاقتراب أكثر من مواقع تالية حاكمة ومسيطرة على مواقع استراتيجية. هذه العمليات في مجملها إن شاء الله يعني إذا ما استمرت ولم نتعرض لغدر المجتمع الكبار تحت دعاوى السلام والمفاوضات السلمية ستؤدي بلا شك إلى استعادة الدولة واستعادة الاستقرار واستعادة التعايش في المجتمع اليمني إن شاء الله. طيب، يعني من خلال حديثك على موضوع مفاوضات السلام وما شابه، برأيك هل هذا الخفوت حول الحديث عن التحركات السياسية أو وجود عملية مفاوضات وما شابه يتيح المجال أكثر للمعركة العسكرية أن تبرز إلى الواجهة وأن يحصل هناك نوع من الحسم العسكري للمعركة في اليمن؟ شوف، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني في الوقت اللي هم بحاجة ماسة إلى هذا النوع من الخداع للمجتمع الدولي تحت دعاوى السلام، ولكن رغم هذا يأتي علي عبد الله صالح ليقول أن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار 2016 قد ماتت جميعها، وأن القول الفصل لما يريد هو أو لما يريد الانقلابيون. هم الآن وضعوا المجتمع الدولي حتى الكبار، حتى السفير البريطاني الذي تحدث عن الحوثيين باعتبارهم حمائم ومجموعة مسالمة وغير انقلابية، انتقد الانقلاب ولكنه قال أنهم ليسوا متعصبين وأنهم ليسوا كالأحزاب الإقليمية الدموية وأنهم يبحثون عن المساواة وعن المشاركة. حتى هذا اليوم ينتقد علي عبد الله صالح ويقول أن تصريحاته تقف على الضد من السلام. فهم الآن الكرة بالنسبة للسلام في ملعبهم، في ملعب الانقلابيين، ولكنهم لا يأبوا إلا أن يدفعوا المجتمع اليمني والقوات المسلحة إلى ساحة الحسم العسكري. لذلك فمن الخيار الثاني، الخيار رقم 2 وهو الحرب، يمارس الآن بقوة وفي الطريق إن شاء الله إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية. اليوم العمليات العسكرية في مختلف الجبهات يقودها كبار قادة القوات المسلحة، يعني ويديرها بشكل مباشر رئيس هيئة الأركان العامة، ويشرف عليها بشكل مباشر أيضا نائب الرئيس وحتى سمع وبصر رئيس الدولة. فالمسألة واخذة طابع الجدية، يعني والحكومة الآن يعني الدولة والحكومة في الميدان، يعني في الداخل، لم يعد هناك ما يزايد علينا به الانقلابيون. طيب، يعني إذا ما دخلنا أكثر في تفصيل ما يحدث في شبوة وكذلك في صعدة باعتبارها من الجبهات يعني الحساسة جدا في هذه المعركة، ويعني هناك الكثير من الجبهات التي يمكن أن توصف بهذا الوصف، لكن في خصوصية شبوة وصعدة، شبوة تتحدث كثير من الأخبار على أن المعركة هناك غير واضحة المعالم، هناك كر وفر في كثير من الأوقات، ما الذي يحدث هناك سيادة اللواء؟ طبعا لو نظرنا الى شبوة وصعدة سنجد الخصوصية الواضحة، يعني فشبوة على سبيل المثال استكمال السيطرة عليها ستقطع طرق او طريق الامداد الاتي من الشرق عبر البحر او عبر البر الى البيضاء ومن ثم الى صنعاء، فسيطرة على عسيلان وبيحان والوصول الى البيضاء والسيطرة على عريف الطفة مثلا سيقطع أوصال الانقلابيين في 5 محافظات وليس في محافظة واحدة، وهنا تكمن أهمية الشبوة وبالتالي البيضة. وأما في صعدة فقد دشنت انتصارات صعدة بانتصارات الجوف ثم امتدت إلى السيطرة على البقع والوصول إلى مديرية باقم ثم أمس الوصول إلى جبل الثار وحبش ومرتفعات أخرى قادمة، فمعناها أن مرتد المحافظة مدينة صعدة نفسها تدق المقاومة والجيش الوطني أبوابها، وبالتالي أن
هذا يمثل اختراق غير عادي. فجبل ثار مثلا منطقة حدودية، والمنافذ الحدودية تتجه نحو المركز العاصمة أو مركز المحافظة، يمثل يعني إنجاز مهم جدا، يعني يقرب المسافة. فيعني وجود أكثر من جبهة وتحقيق انتصار في أكثر من جبهة وإضعاف الإنقلابيين في أكثر من جبهة يبشر بإذن الله يعني بانتصارات حاسمة قادمة. والناس في إقليم أزال الذي شغل الدنيا واليمن، الناس جميعا في هذا المحيط أو في هذا الحيز الجغرافي الذي يحتوي غابة من المسلحين ينتظرون قدوم الدولة والشرعية. هم الآن الذين يعانون مباشرة من جرائم وطغيان الإنقلابيين واستئثارهم بالمال العام ونهبهم للمال العام ونهبهم للمساعدات وتوزيع عائدات المجتمع على قيادة الانقلاب. المجتمع في هذا الإقليم وفي كل اليمن يجوع وهم يثرون ويبنون القصور. لذلك فالناس جميعا ينتظرون مزيد من الإنجاز من القوات المسلحة والدولة الشرعية ليكونوا سردها في القريب العاجل إن شاء الله. طيب وفق هذا الحديث يعني ينطلق الكثير من الناس ليقولون إلى متى ستستمر عمليات الاستنزاف في الكثير من الجبهات بالنسبة لميليشيات الانقلابيين فيها؟ إلى متى ستكون هناك نوع من العمليات التكتيكية لا الاستراتيجية على المدى الطويل بالنسبة لجبهات صعدة مثل صعدة وشبوة؟ ما يمارس الآن وما تقوم به القوات المسلحة الآن ليس عملا تكتيكيا، هو عمل استراتيجي يصب كله في اتجاه تنفيذ الخطة الاستراتيجية الرئيسية التي تمثل باستعادة الدولة. وأن العمليات العسكرية قد تمت بهذا الشكل منذ البداية لكنا قد خلصنا يعني إلى استعادة الدولة. هو الأخطاء الماضية، من أبرز الأخطاء الماضية هو العمليات العسكرية المكثفة في جبهة واحدة وإتاحة الفرصة للإنقلابيين بأن يجمعوا كل قواتهم في هذه الجبهة. لكن أن يكون هناك عمليات عسكرية في شبوة وفي البيضة وفي الضالع وفي تعز وفي ميدي وحرض وصعدة والجوف ومأرب وصنعاء، هذه خطة ممتازة، ولو تمت بهذا الشكل أو استمرت بها على هذا المنوال ستحقق أهداف الدولة والمجتمع في استعادة الشرعية عما قريب إن شاء الله. نحن حلمنا الاستراتيجية الكبير الآن، حلم المجتمع كله هو استعادة الحالة السوية، استعادة التعايش والقبول بالآخر ومؤسسات الدولة، وأن نعيش في ظل الدستور والقوانين والأنظمة والمواطنة المتساوية. نريد أن يعود التنافس بين القوى السياسية الفاعلة من أجل المشاركة أو الحكم بالأساليب الديمقراطية التي يعني صارت هي المخرج الوحيد لكل مجتمعات العالم بمختلف هوياتها وخلفياتها التاريخية والثقافية. إذن أشكرك اللواء محسن خصروف مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. بالعودة إليك أستاذ هادي الهادي، هذا الحديث عن معركة استراتيجية لها الكثير من يعني النقاط أو المراحل إن صح التعبير، والحديث عن فتح جبهات متعددة واستنزاف الميليشيات فيها، إلى أي مدى سيسهم في تسارع العمليات على الأرض والحسم بشكل أكبر، خاصة مع خلو المجال من التعقيدات السياسية هذه الفترة تحديدا؟ الذي ينظر للأمور بسطحية مثلا يقول أن التعقيدات السياسية أن المجال خالي من التعقيدات السياسية، لا، الآن ليس هناك هدنة مثلا حتى يقال أو مطالب بوضع هدنة حتى تتجه الأمور إلى السياسة. الهدنة ليست سياسية، الهدنة عسكرية، فالمجال السياسي متحرك، طرح الهدنة لكن سياسي ليس عسكري، تمام. فالآن ولد الشيخ يتحرك الآن في محاولة للمقاربة بين الأطراف. فأقصد أنه فتح الجبهات هو جزء من عمل استراتيجي، يعني أنت تتحدث عن جبهة هذا عمل تكتيكي، لكن عندما تتحدث عن المعركة على امتداد الجمهورية اليمنية فهذا عمل استراتيجي. هناك شيء اسمه استعادة الجمهورية اليمنية كما قلت لك سابقا، هناك شيء دولة تم أخذها من صعدة إلى عدن إلى شبوة إلى غيضة، يعني انتهى رئيس الجمهورية أخرج من الجمهورية، لم يبقى تحت الشرعية سوى
محافظة مأرب يعني أو مدينة مأرب. الآن تم استعادة أكثر من ثلثي التراب اليمني يعني إلى حضيرة الجمهورية اليمنية، فمعناته هناك إنجاز. وإن طال المدى فإنه ربما يكون في هذا في طول المدى هذا يكون فيه فائدة، وهو إخراج بقية الجيوب التي كانت ستتخفى أو ستظهر فيما بعد على شكل جيوب داخل الشرعية. وأنت تعرف أن هذا الأخطبوط الموجود الذي هو الانقلاب حتى ربما قد لا تسلم منه صفوف الشرعية في بعض الأحيان من الخيانات، ومن قد حدثت بعض الأخطاء أو بعض الضربات الطيران وكشف أن وراءها أيادي خائنة داخل الشرعية. فأقصد ما أنا ما أعول على هذا الملف كثيرا، لكن أريد أن أقول لك أن المعركة تسير على الجانب السياسي وعلى الجانب العسكري وعلى جانب تأسيس دولة جديدة، تأسيس ألوية جديدة، تأسيس جيش وطني بمعنى كلمة وطني وليس جيشا عائليا. قوى النظام السابقة التي رأت أنها تفقد بثورة 11 فبراير رأت أنها ستفقد سيطرتها، ستفقد السلطة والمال، هي التي انقلبت وتكالبت. فالآن هذه المعركة هي معركة لاستعادة الجمهورية اليمنية التي أسست على أهداف ثورة 26 سبتمبر. طيب إذا ما دخلنا في تفاصيل هذه المعركة، وكنا نتحدث في جبهات شبوة وكذلك في جبهات صعدة، الآن خصوصية صعدة كمعقل لزعيم ميليشيات الحوثي يتواجد هناك، وأثر ذلك على المعركة العامة، هل يمثل ذلك تهديدا أكبر بالنسبة للميليشيات الحوثي؟ يمثل رسائل من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أن هؤلاء قريبون منك، أفراد المقاومة والجيش قريبون منك وقد يصلوا إليك في أي وقت أو أي لحظة؟ هو يمثل رسالة، نعم. أقول لك يعني مثلا حتى داخل صعدة أو داخل المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيين، يعني لا تعتقد أن المجتمع بيد الانقلابيين، المجتمع كله متضمر كما ذكر لك اللواء قبل قليل، المجتمع ينتظر الشرعية تصل إليه أصلا. ولو لم يكن كذلك لما كانت السجون الآن ممتلئة، المعتقلين يعني بالمئات، يمارس ضدهم إجرام، هناك إجرام في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا بحق المعتقلين من أبناء اليمن، الناس العاديين يختطفون من بيوتهم بتهمة أنهم دواعش، بتهمة أنهم خونة ويناصرون العدوان، يعني فإذا لم يروا لك تهمة يدبروا تهمة هم من تلقاء أنفسهم إما لأخذ مالك أو من هذا القبيل. فأقصد أنه أبناء صعدة أو أبناء شبوة ليسوا هم الذين يقاتلون في جبهات صعدة أو شبوة فقط، فهم موجودون في تلك الجبهات التي تقاتل مع الجيش والمقاومة، وهم موجودون أيضا في الجيش الوطني في كل الجبهات التي يقاتل فيها. أبناء صعدة الآن موجودين في الجيش الوطني في كل الألوية وفي كل المعسكرات، وكذلك أبناء شبوة. طيب إذن هل هناك تطورات جديدة ستشهدها المعركة من الناحية الاستراتيجية كما يعني يتحدث اللواء خصروف، ليس التكتيكية، تعجل أو تسارع بعملية الحسم من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري أن التحرك بكلمة تحرك في شبوة، في نهم، في صعدة تنذر بأن هناك تقدم للأمام من أجل الحسم، وأنه عملية تضييق وعملية التفاف في مناطق متعددة. فهذه إشارة، وأيضا القوات التي ترد إلى نهم وترد إلى شبوة ومحاولة قطع الإمداد، إمداد النفط والسلاح من شبوة، ومحاولة التضييق على الميليشيا من صعدة، ومحاولة التقدم نحو نقيل غيلان من نهم، هذه مؤشرات تقول أن الحسم قد اقترب. طبعا نحن لا نملك القرار أولا، لأنه خصمك أيضا بيده قرار، هو الذي يفرض عليك في بعض الأحيان كيف تتحرك بناء على قدراتي وبناء على المعطيات التي معه. فاستراتيجيا الحركة التي حدثت في الجبهات الامتداد للمعركة تقول أن الشرعية والتحالف قرر أن يتقدم. طيب دعنا نأخذ يعني وجهة نظر من داخل هذه الأرض ومعلومات من هناك. ينضم لنا النقيب حفظ الله علي الناطق باسم جبهة محور علب في صعدة. مساء الخير أستاذ حفظ الله. نعم مرحبا، حياكم الله، اهلا وسهلا، اهلا بكم. حدثنا اكثر عن ما الذي تطور وسجد في محور علب بمحافظه صعده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الجديد في محور علب ان يوم امس الثلاثاء كانت معركه شديده عنيفه جدا، ابتدات من قبيل الفجر واستمرت
وتيرة عنيفة إلى بعد العصر، ثم استمرت الاشتباكات والقتال إلى بعد العشاء بتقطع بهدوء نسبي، وكانت النتيجة والحمد لله رب العالمين أن سيطر أبطال ورجال اللواء الخامس حرس حدود بقيادة العميد يوسف أحمد دهباش على جملة من المواقع والتباب الهامة الاستراتيجية التي تحيط بمنطقة مندبة من جهة الغرب ومن جهة الجنوب. والحمد لله هذا هو الجديد، والاشتباكات والمواجهات هي شبه يومية ولا تتوقف إلا بعض ساعات، ثم تعود إلى الالتهاب والمواجهة من جديد على مدار الفترة التي نحن فيها. طيب، ما هي مناطق التماس بينكم وبين الحوثيين في هذه المناطق أستاذ حفظ الله؟ كما قلت لك أن المواجهات تدور في التباب الغربية والتباب الجنوبية لمنطقة مندبة، وهي مناطق وهي تباب هامة واستراتيجية، وذلك العدو يستميت في الدفاع عنها، لكن الحمد لله رب العالمين بفضله وكرمه ثم ببسالة الأبطال والرجال الشجعان من منتسبي اللواء الخامس، ثم بدعم وتغطية كثيفة نارية من أشقائنا في التحالف وخصوصا المملكة العربية السعودية وأخواننا في الإمارات المتحدة العربية المتحدة جزاهم الله خيرا، تكبد العدو خسائر فادحة في الأفراد والعتاد وجثثهم تملأ الشعاب وجرحاهم سلوع المستشفيات التي نقل إليها الجرحى، فإنهم قوم يعني عندهم حماقة وعندهم تهور إلى أبعد الحدود، السلاح بأيدي الرجال يضربون بشتى أنواع الأسلحة، وهم يحاولون اقتحام مواقع قد أخذت منهم واستنقذت منهم على أيدي الأبطال الأفلال من رجال اللواء الخامس حرس حدود، وأولئك المغامرون يغامرون ثم يلقون بأنفسهم إلى التهلكة وإلى المحرقة وإلى الهلاك. طيب أستاذ حفظ الله، حدثنا أكثر عن طبيعة الأسلحة المستخدمة في هذه المعارك، هل هي يعني تصل إلى المتوسطة والثقيلة؟ ما نوع الدعم أيضا الذي تحصلون عليه من قبل التحالف؟ بالنسبة للواء الخامس عنده أسلحة ثقيلة وعنده أسلحة متوسطة وعنده الأسلحة الخفيفة، كذلك بفضل الله عز وجل مدعوم ومسند بإسناد كثيف ناري جوي ودبابات مدفعية من جانب التحالف، وخصوصا إخواننا وأشقائنا جزاهم الله خيرا في المملكة العربية السعودية، وكذلك إخواننا وأشقائنا الإماراتيين حفظ الله الجميع، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم في إسنادنا والتعاون معنا ودعمنا بكل ما يستطيعون، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحن لم ننسى لهم هذا الجميل، ولم ننسى لهم هذا التعاون، ولم ننسى لهم هذا الدعم الذي لا يبخلون علينا بأي نوع من أنواع الدعم بقدر ما يستطيعون. طيب أستاذ حفظ الله، يعني ما مستوى التنسيق بينكم وبين بقية الجبهات بداخل محافظة الصعدة، وما هي مظاهر هذا التنسيق؟ والله كما تعلمون نحن جزء منكم، فنحن جزء من الجمهورية اليمنية ومن الشرعية التي يمثلها المشير البطل عبد الرب منصور هادي ونائله الملهم علي محسن الأحمر حفظ الله الجميع، وهناك تنسيق بين القيادة بين محور علب ومحور البقع، سواء على مستوى القادة أو على مستوى التعامل مع المحافظ أو مع المشايخ أو مع كل من يعمل ضد الإنقلابيين، فالتنسيق جاري وقائم بين القيادات، وهناك اتصالات وتواصل وتعاون بين الجميع. أشكرك الناطق باسم جبهة محور علب صعدة النقيب حفظ الله علي، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك أستاذ هادي، الحاضنة الاجتماعية الآن للمقاومة والجيش الشعبي في صعدة، هل تتحرك بشكل أكبر منذ يعني أن كنت معنا أنت في الحلقة الماضية وتحدثنا عن صعدة وتطورات فيها، ما مدى الزيادة في العمل بهذا الملف التنسيق فيه؟ الحاضنة الاجتماعية ستتحرك مع وصول الشرعية، لا يستطيع الحاضنة الاجتماعية في المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيين، لا يستطيعون التحرك ما لم تصل الشرعية ويأمنوا من أنها
قد وصلت. المناطق التي يسيطر على الشرعية لا يمكن للحاضنة أن تقف في وجه الشرعية مطلقا، هذا ما أؤكده ويؤكده كل اليمنيين. يا أخي الحاضنة الاجتماعية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين لا تعتقد أو لا أعتقد أي إنسان أنهم يهفون إلى العبودية، هم يريدون الحرية. هناك شخص أو هناك فئة تريد أن تستعبدهم لأسرة، وهناك فئة تريد أن تستعبدهم لشخص أو تجعلهم ملك لعلي عبد الله صالح وأسرته أو للحوثي وأسرته أو هؤلاء يهفون إلى الحرية، يهفون إلى أن يحكموا أنفسهم، أن يكونوا شعب يملك قراره. فهم ينتظرون الشرعية بفارغ الصبر، لكن لا نعول على أي عمل منهم ما داموا تحت سيطرة الميليشيا، لأنهم ليسوا منظمين، ليسوا مرتبطين. من استطاع أن يخرج ويلتحق بالألوية فهو يقاتل قتال الأبطال. يعني ليس هناك وجود، حتى نفهم أكثر، أنا لا يعني أتساءل فقط، هل هناك وجود سلاح يكفي لعمل مناوشات أو معارك مع الحوثيين في هذه المناطق، أم أن الأمر ليس بهذا يعني المستوى من التسليح بالنسبة بالنسبة للحاضنة الاجتماعية هنا؟ لا، وإن كان يوجد أسلحة لكنها تعتبر أسلحة شخصية، وكل الألوية التي في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين سيطروا على المعسكرات وعلى الأسلحة مع المناطق التي سيطروا عليها. الجيش لا بد أن يزحف مع أسلحته، المقاومة التي تساند الجيش ستزحف مع أسلحتها. لا يعولوا على شيء في الداخل ما لم يتقدم الخارج، لأنه جيش تراجع أو جيش سلم لابد أن يتقدم الجيش، ولا لماذا يعول الناس على الشرعية؟ المواطن جرب في صعدة وقاوم الحوثيين فترات عديدة يعني، والمواطن جرب في صنعاء ونزل الساحات وفي تعز وأب وفي كل محافظات الجمهورية نزل الساحات سلميا، وما لم يفيدوا هذا في وجه الغطرسة أو في وجه التآمر الدولي على الثورات العربية. الآن هي جزء من الثورات العربية، إنما خصمك الذي النظام السابق خصمك فرض عليك أن فرض سلبك دولتك وإرادتك وكيانك، فاضطريت أن تكون جيش جديد ودولة جديدة. فالموجود أو الحاضنة الشعبية بانتظار الشرعية، بانتظار الشرعية مع سلاحها، بانتظار الشرعية مع مقاومتها، بانتظار الشرعية مع دولتها. طيب من ناحية اختراق جبهة الحوثيين أو جبهة الانقلابيين كما يعني هي شاملة أو صورة شاملة، هل حدثت نوع من التفكير بحسب اطلاعك لمحاولة استقطاب قيادات من الانقلابيين سواء في صعدة سواء في شبوة أو في أي مكان لخلخلة صف جبهة الانقلاب وتعزيز القيمة الاعتبارية لوجود دولة في نهاية المطاف تقوم بمواجهة هؤلاء الانقلابيين؟ كلما تقدمت الشرعية في أماكن كلما زادت الانشقاقات في الانقلاب، وكلما زاد عدد الذين ينسحبون من الجبهات ويعودون إلى بيوتهم أو يتهربون إلى مناطق الشرعية ويلتحقون بألوية الشرعية. وأخبار كثيرة تردنا من هذا الباب، وهناك الكثير من القيادات التحقوا بالشرعية وتركوا صفوف الانقلاب. وأنت تعرف أن وزير الدفاع الصبيحي كان موجودا في المجلس الذي أعلن فيه الانقلاب، والذي أيوة، وهو الآن في السجن. يعني هذا يعني تعرف أنه هناك كثير من الضباط، هناك كثير من القيادات، هناك كثير من العسكريين، هناك كثير من المواطنين مجبرين على أمرهم، لكنهم كلما تقدمت أنت كلما أحسسته بالأمل أنه هناك، لأنك قبل قليل أنت تقول لي كأن الرؤية لدى التحالف غير واضحة. فبعض الناس يخاف يقول أنا لا أريد أن أتقدم خطوة وهم يتراجعوا خطوتين. يعني عندما يثق الشعب اليمني بأن التحالف جاد في إنقاذه، عندما يثق الشعب اليمني بأن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية والدولة جادة في إعادة الجمهورية اليمنية، ستجد المئات. لكن أنت كنت واثق قبل قليل أن هناك استراتيجية. أنا واثق. لماذا لم تصل هذه يعني الحالة من الثقة بالرئاسة والشرعية لهؤلاء؟ على الموجود في الداخل غير الموجود في الخارج، الموجود في الداخل المناطق التي سيطر عليها الانقلاب نفسيتهم غير الموجودة، وصلوا إلى مرحلة من اليأس لا تصدقها. يعني وصلوا إلى مرحلة من اليأس والإحباط. نحن نتواصل مع بعض الأشخاص أننا نريد أن نعود لليمن، سواء في المناطق المحررة أو غير المحررة، فيقولون نحن نريد أن نخرج من اليمن، لأنهم ينتظرون هذا الفرج الذي يقول. لكن الأمل موجود والشرعية تتقدم. ولا ننسى قبل أن ننهي الكلام أنه التحالف قدم الشيء الكثير. لاحظ ما يقال، كل القيادات الذين تواصلت معهم يشكرون التحالف، يشكرون المملكة العربية السعودية، يشكرون الإمارات، يعني دليل أن في هناك تخطيط وتنسيق وأن الأمور تتقدم. ولكن
لا يمكن استرداد دولة في يوم وليلة، ولا في أنت الآن تبني دولة. أنا بحسب اعتقادي الشخصي أننا نبني دولة جديدة في سرعة الضوء. ليش؟ لأننا في سنة فقدنا كل شيء. اليمنيين فقدوا كل شيء، والآن بدأوا يستعيدون كل شيء، حتى القيم الاجتماعية وكرامة اليمني. أشكرك الناشط السياسي الأستاذ هادي الهادي، كنت معنا عبر في الاستوديو هنا. شكرا جزيلا لك أستاذ هادي، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء في طاقم العمل التحريري منصور النقاش ومحمد المقبلي، والزملاء في الطاقم الفني. إلى اللقاء.